حديث الروح للأرواح حديث الروح للأرواح يسري بصحبته مجالسنا تطيب ووحي الله للإنسان روح وأنوار بها تحيا القلوب حديث الروح تربية وطهر به يتذكر العبد المنيب تنال به حياة ذات طيب فيا قومي لربكم استجيبوا فيا قومي لربكم استجيبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات وفي حلقة جديدة من حديث الروح، ولقاؤنا اليوم حول موضوع جديد وعنوان جذاب بعنوان فسيولوجيا الصيام. ضيفنا في هذا المساء الجميل وفي هذه الليلة المباركة من ليالي هذه الشهر الكريم المبارك، ضيفنا هو سعادة بروفيسور محمد طه الحريري، دكتوراه في علم وظائف الغدد الصماء وباحث في الطب النبوي والطب البديل. ضيفنا ضمن علماء العالم 2% الذين لهم أكثر تأثيرا حسب تقييم جامعة ستانفورد الأمريكية. ضيفنا الكريم حاصل على براءات اختراع ولديه العديد من الأبحاث الطبية والاستنتاجات وأيضا استشهادات علمية نفع الله به. ونرحب جميعا بضيفنا الكريم البروفيسور محمد طه الحريري. أهلا وسهلا بك دكتورنا وبروفيسورنا الكريم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا الليلة. الله يبارك فيك. والليلة ليلة جميلة طبية ننهل إن شاء الله فيها من علمكم المبارك في هذا المجال الذي يحتاجه جميع الناس اليوم، في سواء كان في تخصصكم العلمي المباشر أو في اهتماماتكم في حول الطب النبوي وحول الطب البديل. دكتورنا الكريم بروفيسور محمد طه الحريري، اليوم نتكلم عن فسيولوجيا الصيام. أنا قعدت أتأمل في المعنى شوي وقلت لعلك تشرح لنا ما المراد بفسيولوجيا الصيام قبل أن ندخل في الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبا عبد الرحمن، شكرا على المقدمة الطيبة، ونشكر الإخوة في قناة زاد على هذه الاستضافة. وبادئ ذي بدء نتقدم بالتبريكات للأمة العربية والإسلامية بحلول هذا الضيف شهر رمضان الله المبارك. الله أكبر. وندعو الله المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام وحسن الصيام والقيام، وأن يجعله شهر تمكين وعزة للإسلام والمسلمين. آمين آمين يا رب آمين. فيما يخص سؤالك أستاذ أنور، فسيولوجيا الصيام، حقيقة حاليا تم اكتشاف أو إثبات بأن للصيام العديد من الفوائد التي تقوي أجهزة الجسم المختلفة. البداية كانت في سبعينات القرن الماضي عندما كانت تجري أبحاث أو تجرى أبحاث على حيوانات، فتم ملاحظة أن هذه الحيوانات التي يتم تجويعها تكون قوية وتقاوم الأمراض وتعمر فترة زمنية أطول مقارنة بقريناتها التي لم يتم تجويعها. فاجتهد العلماء في هذه الجزئية إلى أن جاء في تسعينات القرن الماضي عالم ياباني اسمه يوشي نوري من اليابان، اجتهد في هذه الجزئية وأعطى التفسير العلمي واستحق على هذه النظرية والتفسير الحقيقي لفسيولوجيا الصيام جائزة نوبل في عام 2016، وهذه الجائزة قيمة مالية تعطى بناء على تقييم محدد. خلاصة هذه البحث أو النظرية تسمى الابتلاع الذاتي أو الالتهام الذاتي أوتوفاجي، يعني الجسم يأكل نفسه. بمعنى الإنسان عندما يجوع، الخلايا عندما تجوع يتجه الجسم إلى التغذية الداخلية. يعني أنت صائم، والصيام اصطلاحا الإمساك كما جاء في سورة مريم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، الامتناع. لكن سبحان الله ما
يطرأ في جسم الإنسان العكس، يتحول هذا الصيام إلى تغذية، يتم فيها أكل بطريقة ذاتية، يتم التهام الخلايا القديمة الهرمة وتحليلها والتدوير. معنى التدوير هو الاستفادة من المكونات، الخلايا فيها مكونات قيمة وعناصر، فسبحان الله المكونات هذه التي تم تحليلها تستخدم للترميم الخلايا الجديدة. ناهيك أنه بهذه النظرية كذلك أثبت هذا العالم أنه يتم التخلص وكنس الخلايا القديمة، وبالتالي يعطي مجال ومساحات لخلايا جديدة تحل محل الخلايا الهرمة. والأهم من هذا الكلام والخلاصة، وجد في الصيام يتم مقاومة مسببات الأمراض. أبو عبد الرحمن، نحن يوميا نتعرض لمواد كيميائية، إشاعات، نمط غذائي سيء يؤدي إلى تراكم العديد من المواد الضارة داخل الخلايا، هذا يعطل وظائف الخلايا ويؤدي إلى طفرات في الخلية في مادة مسؤولة عن الشريط الوراثي. مع التراكم والتعرض للمواد الكيميائية والإشعاعية تصير طفرة، تغيرات مرضية تظهر فيها أمراض وراثية، أمراض مناعية، سرطانات، أمراض متعلقة بالالتهابات. فقال سبحان الله خلال الصيام يتم مقاومة مسببات هذه الأمراض، وبالتالي مقاومة هذه الأمراض، الأمراض المناعية، الأمراض العصبية، سوء التغذية والسرطانات. بمعنى الصيام هو جزء لا يتجزأ من منظومة حياة الإنسان، بل الآن هناك العديد من المنظمات الصحية تدعو أن يكون الصيام جزء من الحياة، بل هناك الآن مستشفيات تعالج الأمراض عن طريق الصيام. أيوة، ويسمى الصيام الطبي، لكن هو متعب ومرهق ومكلف كونه لابد أن يكون تحت إشراف طبي. نحن الله يعني نعمة، صيام سهل وبسيط، الجميع وغير مكلف. الصيام الطبي هذا من يوم إلى 3 أيام يبقى المريض على الماء فقط تحت إشراف طبي، وطبعا يعود بالنفع لكثير من الأمراض. جميل. نعم جميل. نعم نعم جميل. فهذا يعني نوع، يعني هذا الصيام يعني ممكن نقول هذا الأبحاث اليوم تثبت المقولة أو صحة المقولة التي قيلت قديما، صوموا تصحوا. نعم نعم، الآن هذا الكلام صار نهج وصار تأكيد، ومثل ما قلت هناك الآن بعض الاستنتاجات البحثية تؤكد أن الصيام لابد أن يكون جزء من حياة البشر، مثله مثل الأكل، مثله مثل النوم، بما يعود بسبب النفع الذي يعود على جسم الإنسان، ما شاء الله، والتجديد. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جميل. نعم. يا دكتور الكريم، في هذا أثناء حديثك دكتور عن فسيولوجيا الصيام، تكلمت عن قضية الجانب الطبي وأثر الصيام في هذا صحة البدن. هل في جانب أخرى نحو أهمية الصيام للإنسان غير هذا الجانب اللي ذكرته؟ والله أستاذ أنور، حقيقة المتتبع للصيام وأهمية الصيام، أهمية الصيام كثيرة ومتعددة، وبالمناسبة الآن الأبحاث الطبية صارت تنتج بشكل دوري عن الصيام، سواء من دول إسلامية أو غير إسلامية، تتكلم عن فوائد عدة. لكن أنا أقول يعني بشكل إجمالي، الصيام يؤدي إلى تجديد إيماني. الله. وتجديد بدني. جميل. كيف؟ جميل. آية الصيام في سورة البقرة، جاء النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الإيمان يتجدد بالطاعات. الله الله. ويقل بالمعاصي. نعم. ماذا في رمضان؟ بعض أهل العلم قالوا جميع العبادات اجتمعت في هذا الشهر. الله أكبر. صيام، قيام وصلاة، الله، اعتكاف، قراءة للقرآن. نعم. ودراسة للقرآن. نعم. قد تكون عمر في بعض الأحيان. نعم. صدقات، صدقات، دعوات. نعم. تكبير. نعم. هذه كلها تعزز بالإيمان فتجديد، في نفس الوقت تصفت فيه الشياطين، يعني تجديد إيمان. وأنا لن أخوض في هذه الجزئية لأنه مشايخ، وإنما هتحدث عن التجديد البدني. نعم. الإيمان، عندما نعود لتعريف الإيمان، قول باللسان، إقرار بالقلب، عمل بالجوارح. طيب، قلب وجوارح، نحط تحتها 3 خطوط. الصيام، الآلية من ضمن الفسيولوجية الصيام، فيه هرمون
يسمى هرمون الصيام في جسم الإنسان عدة هرمونات، في هرمون الطعام، هناك هرمون الصيام. هرمون الطعام هو الإنسولين، الإنسولين يتم إفرازه بعد الأكل، الأكل حتى يقوم بتخفيض مستوى السعرات الحرارية والدهون. بينما فترة الصيام هناك هرمون معاكس يعمل عمل عكس الإنسولين، يعمل على رفع مستويات الطاقة. هذا الهرمون هرمون الصيام منافع جمة، منها إعادة اتزان الطاقة، زيادة التروية الدموية في القلب. شوف القلب، إقرار القلب حسب الأبحاث ينظم ضربات القلب، إضافة إلى دوره في الكبد وإلى آخره، فهو يقوي القلب. جميل. هذا الهرمون بالمنافع الجمة والعديدة لا يستفاد منه إلا في شهر الصيام، والسبب هذا الهرمون ما يتم إفرازه إلا إذا صار هناك نقصان في مستويات السكر في الجسم. ونمط الحياة اليومي، السكر في كل شيء، في المأكولات، في المشروبات، في البيتزا، فهذا الهرمون لا يجد الفرصة حتى يتم إفرازه ويستفيد الجسم. فتكون الفرصة السانحة في شهر رمضان، وخصوصا ساعات المغرب آخر ساعات الصيام. فالقلب الأمر الآخر الجوارح، احنا قلنا في فسيولوجية الصيام، والعالم الياباني يوشي نوري هذا قال في الصيام تجديد للجوارح. فإذا اتبع الصيام بالشكل المطلوب يتجدد أو تتجدد خلايا الجسم كاملة، ويشعر الإنسان بالنشاط. جميل. هذا جميل. الأصل. فسبحان الله، تجديد إيماني مصاحب له تجديد بدني، فنعمة عظيمة. الإنسان خلال عام كامل يصيب بنوع من الفتور، تجمع للمواد السامة في الخلايا، يأتي سبحان الله الصيام يجدد الإيمان ويجدد الجسم في جسم الإنسان، فلله الحمد والمنة. لله الحمد والمنة. السؤال يا دكتور، أثناء حديث قضية الصيام وأثره ويجدد الطاقة والحيوية وإفراز الهرمون الصيام، سؤال يا دكتور الآن، هل يعني بعض الناس أنا يقضي نهاره يرتب مثلا برنامجه وأنشطته وأعماله كلها في المساء في الليل، ويجعل نهاره جله أو أغلبه في النوم، هل يستفيد هذا من الكلام ذكرته يا دكتور مجرد الصيام، ولا لابد أن يكون هناك حركة ونشاط وذهاب ومجيء؟ شوف بارك الله فيك، شهر رمضان هو شهر مثل الشهور الأخرى. نعم. وجسم الإنسان يعمل بنفس الآلية سواء كان في رمضان أو كان غير رمضان. نعم. بل على العكس، في هذا اليوم أحد الزملاء كان يتحدث معي اليوم هذا، يقول لي أنا كنت أصوم، وكنت أصوم في شعبان ولم أشعر بالتعب والخمول إلا بعد دخول رمضان. فهو كان يصوم نفس النمط، لكن لما دخل شهر رمضان بسبب العادات اللي تفضلت فيها، السهر، النوم، المأكولات، تتغير كيمياء الجسم. نعم. فيشعر الإنسان بالاضطرابات. الله سبحانه وتعالى أبو عبد الرحمن خلق الإنسان، إنسان معجز، تركيب الإنسان معقد، أبهر العقول من الخلايا إلى الأعضاء. خلايا الجسم تقريبا 37 تريليون، 12 صفر، يعني في جسمك الآن 37 أمامها 12 صفر، سبحان الله. وكل خلية، كل خلية لها اسم، لها طاقة، لها وزارة الدفاع، لها وزارة الداخلية، لها مصفاة، لها بلدية، لها مالية، لها مستودعات، لها مثل أي مدينة أخرى. صنع الخالق، صنع الله. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان لم يخلق الإنسان عبثا، سبحانه وتعالى وضع منهج متكامل. الخروج عن المنهج هذا يؤدي إلى الاضطرابات الصحية والنفسية. جميل. إذا سمحت لي ممكن ألخص لك المنهج الذي وضع المولى سبحانه وتعالى حتى ننعم بالصحة. جميل. المنهج يتمثل في نمط الحياة. نعم. وعندما نتحدث عن نمط الحياة هناك ثلاث أمور مهمة. أولا الأكل، الطعام. الطعام، الإسلام أهتم بالكم والكيف. الكم نوعية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف، ما معنى الإسراف؟ أكل بسرعة، أكل بسرعة، كم. وعندما نتحدث عن الكيف، الكيف نوعية المأكولات، ماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
تحد والأنبياء يحل الطيبات. الطيبات التي تطيب بها النفوس والأجساد. نعم. شيء يستفيد منه الجسم فهو طيب، شيء قد يؤدي إلى ضرر في الجسم فهو خبيث ليس طيب. نعم. فهذا عن الأكل. نتكلم على النوم، سنة أو النهج النوم في المساء. نعم. النوم بالليل، في المساء، في الليل. نعم. في الليل المبكر وليس في ساعات متأخرة. نعم نعم. وآيات كثيرة، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. فآيات كثيرة تتحدث، طبعا في استثناءات يعملون في المستشفيات. نعم. والجنود. نعم. لكن الأصل النوم في الليل والعمل في الصباح. لماذا؟ لأن المولى سبحانه وتعالى جعل هرمون أو كيمياء تعمل على تنظيم ساعات الجسم خلال فترة الليل. هذا الهرمون يتم إفرازه سبحان الله بعد صلاة العشاء. نعم. إلى منتصف الليل الساعة الثانية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. نعم. طبعا ينهضون في منتصف الليل للصلاة، لكن الأصل النوم المبكر يجعلك تستفيد من هذا الهرمون، هرمون السعادة، يسمى الميلاتونين، من الاسم هرمون السعادة، تسعد فيه الحياة. هرمون السعادة هذا الميلاتونين، هذا الساعة البيولوجية. هذا اللي تقول للكبد الآن مفروض تعملي هذه العملية، للأعصاب مفروض الآن تهدأ ويشتغل الشخص الثاني. جميل. يعني بي 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 بمثل بسيط، لا يستطيع إنسان يعيش في غرفة مظلمة بدون ساعة، تصير الحياة فوضى، لا تعرف الظهر. يعني لو كنت في هذه الغرفة والأضواء هذه على مدار الساعة دون وجود ساعة أو مصدر للشمس تكون الحياة فوضى. نعم. نفس المثل يطبق على جسم الإنسان. عندما الإنسان لا ينام في الساعات يعني المبكرة يفقد أهمية الميلاتونين، ولعلنا نتحدث فيما بعد. نعم. وبالمناسبة طبعا نحن تحدثنا عن هذا الهرمون في برامج عدة في هذه القناة المباركة. بارك الله فيكم. أي نعم، في زيادة الصحة للاستفادة طبعا. جميل. ممكن الرجوع لهذا بعنوان ايش الحلقة تذكر؟ زاد الصحة، هرمون السعادة. هرمون السعادة. أي، وما شاء الله تبارك الله المشاهدات أكثر من 3 مليون في أي على مواقع. فللاستفادة والاستزادة ممكن. فتحدثنا عن الأكل. أيه. كما وكيفا. هذا الرابط بعد الشباب نزل رابط الكيو ار على الشاشة. جميل. نعم. زاد. نعم. الصحة. ممكن الرجوع لهذه القنوات. نعم. على قناة زاد العلمية. نعم. على اليوتيوب موجودة. اي نعم. بارك الله فيك. فتكلمنا أبو عبد الرحمن عن الأكل كما وكيفا. تكلمنا على النوم، تكلم على النشاط البدني. نعم. خليني بس أسأل يا دكتور. نعم. بعد إذنك، يعني إذا كان تسمح لي بس عن قضية النوم. أنا أسمع بعض الناس يقول لك أنا ليلي، أنا ما أعرف نشاط، ما يجي نشاط في النهار، نشاطي كله في الليل، يقول الله خلقني كذا. في هل فعلا في ناس عندهم القدرة في الليل أعلى وأكبر نشاط وحيوية من النهار؟ هو شوف بارك الله فيك، هي مسألة تعود. تعود. لأن هو خروج عن الفطرة. أها. لكن هذا الهرمون الميلاتونين وظائفه عدة، لعلي بس أذكر أهم الميز. نعم. تنظيم الحياة، الساعة البيولوجية، تنظيم الإشارات العصبية، غسل الخلايا من الجذور الحرة والمواد المؤكسدة. هذه المواد المؤكسدة تتراكم في الخلية تؤدي إلى ضرر، ومنها ظهور الأمراض. مقاومة السرطانات. هذا كله بالهرمون. أنا ممكن ترى ممكن أعيش وتتكيف أموري حتى نكون سائل ليلي مثل ما قلت. نعم. لكن أفقد هذه الفائدة. نعم. أخرج على الفطرة وأكون عرضة لمشاكل صحية مستقبلا. ترى الأمراض التي تظهر هي ليست وليدة يوم أو. نعم. شهر. نعم. يعني على سبيل المثال السكر، ظهور السكر يظهر بعد 13 سنة. إنسان اللي يصاب بالسكر معناه أنه الخلل بدأ من قبل 12 أو 13 سنة. فتغيرات الجسم يحاول يقاوم يوصل. نعم. إلى مرحلة اللا رجعة فتظهر الأعراض. ما في شيء اسمه بين عشية وضحاها. لا لا لا. هي, هي 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 هو منهج وجسم الإنسان. نعم. يعني أنا أستغرب مثل هذا هؤلاء الناس. هذا الشخص إذا عنده سيارة لا يستطيع أن يقوم بتعبئة الخزان بالديزل وهي بترول. صحيح. لا يتجرأ. صحيح. إنما يتجرأ على جسمه. ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطى إمكانية للتكيف. جسم البشر بشكل عام أكثر المخلوقات تكيفا، يستطيع. نعم. يعني يتكيف ويقاوم. فالبعض يعني يستغل هذه الجزئية ويهم على حساب الصحة. جميل. جميل. نعم. جميل. نعم.
إذا احنا تكلمنا عن النوم في رمضان يعني يكون النوم في المساء، يحرص الإنسان دائما يعني يكون أغلب نومه في الساعات الأولى من الليل. أيوة. ويستفيد من باقي اليوم ممكن أنه طبعا النشاط طبعاً والآن الدراسات الطبية تشير ضرورة قيام منتصف الليل حتى لا تصاب الجلطة. يعني أنا لا أقصد أن الواحد ينام من العشاء إلى الفجر، نعم لا، ينام أول الليل ويصحى على منتصف الليل للصلاة للعبادة، لأنه تصاب الجلطات تكثر في هذه الأوقات. نعم وبالعكس الآن في برضو بعض آيات الإعجاز لعلنا نتحدث فيها في برامج أخرى في هذه الجزئية، آيات إعجاز عن قيام الليل ودوره في منع تكون الجلطات. ما شاء الله. نعم. وهذا مثبت علميا. طيب دكتورنا ننتقل إلى موضوع الغذاء. نعم. الغذاء الصحي في رمضان. الله أكبر، هذه من أهم الأمور. هذه أنت بتدخلنا الحين في مشاكل كثيرة الحين. الله المستعان. الله ما دام. الله يعيني دكتور بروفيسور. تفضل. للأسف يعني بمرارة السلوك المتبع في شهر رمضان المبارك سلوك دخيل ما سمعنا به من قبل، ثقافات مصدرة للأسف الشديد وانتشرت بشكل واسع. جسم الإنسان في الصيام، الصيام هو أحد الأساليب للتجديد والتخلص من الأمراض، لكن الذي يصير هو كمثل إنسان حب أن يصنع شاي مثل الشاي اللي أمامنا الطيب هذا، فقام بغلي الماء لغرض وضع كيس الشاي، فعندما قام بغلي الماء صب الماء البارد على الماء الساخن، ففقد يعني قيمة الماء الساخن، هو قام بالغلي لغرض الاستفادة لعمل الشاي. نعم. بعد ما غل الماء وصل إلى درجة المياه وصار الغليان، قام بتعديل هذا الماء الساخن بماء بارد فقد. فاللي يصير كالآتي، للأسف نحن نهدر قيمة السامية من الصيام سواء على المستوى الجسدي أو بشكل عام النفسي أو الصحي أو بالسلوكيات المتبعة. المعدة متوقفة 14 ساعة. المعدة حتى تعمل لابد الإفرازات الهضمية، لابد أن تكون هناك مراحل. المراحل تبدأ من فوق قبل ما يدخل الطعام في الفم، في مراحل استباقية تهيئ المعدة، منها الشم، منها النظر، منها المضغ، يعني الطعام ما يوصل في المعدة إلا بعد مراحل. جميل. اللي يصير كالآتي، عندما ينادى للصلاة في أذان المغرب، حرص الناس جزاهم الخير على يعني حضور جماعة المغرب، فيقوم بالأكل ما لذ وطاب بسرعة في وقت قصير. نعم. جدا. نعم. مشكلتين، المشكلة الأولى هذه المواد مقليات بشكل أساسي وسكريات، سكر وزيوت، والبطن متوقفة وخالية، هذا واحد. الأمر الآخر طبعاً لو تكلمنا عن السكريات حندخل في معمعة طويلة لا تنتهي ودائرة مغلقة. فالسكر يعني هذا يعني كلها الآن عندنا مشاكل في قضية التغذية في الإفطار، وجبة الإفطار. والله يا أبو عبد الرحمن أنت الآن مسألتنا، أنا حقيقة يعني لم أعرف أين البداية. اللي يصير الآن الأكل السريع، بس هذه يجهلها كثير من الناس. الإنسان يشعر بالجوع. نعم. في هرمون يسمى هرمون الشبع، طبعا في آلية، في هرمونات للجوع وفي هرمونات للشبع. هرمونات الشبع هذه يتم إفرازها من الغدد الدهنية أو الخلايا الدهنية. تمام. هذه المشكلة تعطيك الشعور أنك شبعت، توقف على الأكل. تمام. هذه تحتاج 20 دقيقة. نبيكم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الأسودان، كان يفطر على رطبات، إن لم تكن رطبات تمرات، لم تكن تمرات حسا حسوات من الماء، وكان أكثر ما يفطر عليه الأسودان التمر والماء عليه الصلاة والسلام. وبعد صلاة العشاء يبدأ ما 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 ورد أكل مخصوص للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي يصير نوعية الطعام والسرعة. الإنسان لما يأكل بسرعة تمتلئ البطن قبل ما يتم إفراز، يعني يفرز هذا هرمون الشبع وتكون البطن مليئة إلى القمة. بينما لو كان هناك نوع من التأني، النبي عليه الصلاة والسلام في نهجه في الأكل
كان يستخدم عليه الصلاة والسلام السبابة والإبهام والوسطى، يعني اللقيمات كانت صغيرة. نعم. الآن كبس يعني كبس كبيرة كبير وبسرعة، فوصل 20 دقيقة كمية الطعام الداخل أكثر من الحاجة. الإنسان في حالة اتزان، طعام داخل وحرق، فاللي يصير أنه كمية الطعام الداخل أكثر من قدرة الجسم على حرق، هذا يؤدي إلى سمنة. السكريات، السكر هذا سم أبيض، هو سمنة. سكر ثنائي، هو جاي من البنجر الفاكهة، لكن يتعرض لتكرير، عملية تكرير في أجهزة كبيرة طاردة مركزية طاردة، وتضاف إليه مواد محلاة، فالشاهد يدخل في مراحل معقدة جدا حتى يأتي بالشكل الأبيض البلوري النقي. هذا الله سبحانه وتعالى ما خلق الجسم لهذا النوع من السكر، هذا غريب، هذا دخيل على الجسم لا تستطيع أن تتعامل مع البنكرياس، لذلك يؤدي إلى السكر ويؤدي إلى كثير من المشاكل. هذا خالي من الألياف. طبعا الفاكهة الطيبات فيها سكر، يسمى الفركتوز. الحليب فيه سكر يسمى اللاكتوز. هذه سكريات بسيطة، في عصارات أو خمائر قادرة على التعامل معها، لكن هذا السكر اللي موجود في اللقيمات وموجود في المشروبات هذا سكر معقد خالي من الألياف، يدخل الجسم لا يستطيع التعامل معه، يؤدي إلى ارتفاع مضطرب في مستويات السكر وينهك الإنسولين. الإنسولين هذا الهرمون اللي هرمون الطعام اللي قلنا فيه لا يستطيع التعامل معه. طبعا دكتور بس أنت تتكلم عن كميات كبيرة يعني ولا لا؟ ولا حتى قليل منه؟ لا بشكل عام. ما هو الآن المتتبع الأكل نشويات، النشويات طبعا هذه تتحول إلى سكريات. صحيح. الفاكهة التمر فيها سكريات. نعم. ويأتي هذا السكر الطامة موجود في المشروبات وموجود في المحليات. نعم. وموجود في المعجنات وموجود. نعم. فهذا حقيقة متعب. أنا لا أقول الامتناع. نعم. يعني لكن التجنب، يعني قدر المستطاع التجنب، لابد أن يعرف الناس أنه هذا السكر هذا مضر. إذا دكتورنا يعني أنت الآن بس حتى نود أن نضع فاصل قصير ثم نعود، لكن أبغى ألخص كلمة بسيطة، أن الإفطار الحبة ذا أن يكون على ينقسم إلى جزئين أو أكثر، نبتدي بالماء مع التمر أو الرطب إذا تيسر، ونجعل فترة نذهب للصلاة ثم نعود، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بالتناول، يستصيغ الشربات. الفاكهة لا مانع من أكل، طبعا مثل السمبوسة مشهورة في رمضان. نعم. ممكن طبختها بالفرن. نعم. ليس بضرورة تكون مقلية. السكر طبعا يقلل قدر المستطاع. نحن عايشين في مجتمع وفي عالم صعب، نحن نعزل أنفسنا، نعزل. نعم. أولادنا عن المجتمع. نعم. لكن نقلل من هذا السم الأبيض. ويفضل ليس وجبتين، بعض الأحيان في بعض الناس اللي يعانوا مرض ممكن تكون 3-4 وجبات قليلة. أيوة، على قليل، خصوصا اللي بيمارس رياضة أو عنده مشاكل أو يأخذ إنسولين أو يأخذ إبر أو علاجات، أو مسألة أنه الكبس في وقت قصير جدا هذا ضرر ولا ينصح فيه. الله يحسن إليك يا دكتورنا الكريم. نستأذنك دكتورنا الكريم بروف محمد طه الحريري، نستأذن السادة المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله من حديثه. يعطيكم العافية. محمد يبلغ من العمر 30 سنة، لديه من الأولاد 3، سلمان وعمره 10 سنوات، وسليمان وعمره 7 سنوات، وسارة وعمرها 5 سنوات. قبل دخول شهر رمضان ببضعة أيام، قرر محمد بمساعدة زوجته أن يضع برنامجا إيمانيا لأسرته لتطبيقه خلال شهر رمضان المبارك، لتدرك الأسرة به فضيلة الشهر وتحوز به إن شاء الله ما وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أجر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فجاء البرنامج على النحو التالي: أولاً، صلاة الجماعة، الحرص على أداء الصلوات الخمس وغيرها من صلوات التطوع كالقيام والتهجد جماعة في المسجد، وذلك لنيل ثواب الجماعة المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. ثانياً، الصيام، تعويد الأطفال الصغار على الصيام شيئاً فشيئاً مع تعليمهم بعض أحكام الصيام وآدابه وتحفيزهم على إتمام صيام يوم كامل بمكافآت مالية أو عينية، وتحفيظهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثاً، قراءة القرآن، عقد مقرأة قرآنية أسرية
لقراءة ما تيسر من كتاب الله تعالى مع بيان معاني بعض الآيات القرآنية من خلال قراءة تفسير ميسر ومختصر تحقيقا للغاية التي أنزل الله من أجلها القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعاً الصدقة، بيان فضل الصدقة للأولاد مع تخصيص مبلغ معين للصدقات يتعاون في توزيعه على الفقراء والمحتاجين جميع أفراد الأسرة، موقنين بموعود الله في قوله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم. خامساً إفطار صائم، إعداد بعض المشروبات والأطعمة الخفيفة وتوزيعها على الصائمين قبيل الإفطار، محتسبين ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من فطر صائماً فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً. سادساً صلة الأرحام، تبيين معنى صلة الرحم وذكر أثرها الطيب على المسلم في الدنيا والآخرة مع الاستعانة في ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. سابعاً العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر قام الزوجان بتعريف أولادهما مكانة ليلة القدر وفضلها على سائر الليالي، وجد أفراد الأسرة واجتهدوا ملتمسين فضل هذه الليلة المباركة. وفي الختام حق لأسرة كهذه تستبق الخيرات وتتنافس لنيل الدرجات أن تكون بإذن الله من الأسر الفائزة في الآخرة، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، نرجع اليكم ونعود الحديث مع بروف محمد طه الحريري حول التغذيه الصحيه في رمضان. تكلمنا عن الفطور، نبغى نتكلم ايضا عن السحور. نعم، ايش تنصحنا في السحور يا دكتور؟ السحور النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين السحور وصلاه الفجر ما يعادل 50 ايه. نعم، 50 ايه ما يعادل 15 دقيقه، وفي بعض الروايات كان لربما يتسحر ويصلي سنة الفجر، دليل المبالغة في التأخير، وهذه السنة هي الأصل. نعم، الإنسان الصائم يستهلك السكريات. أه، يستهلك السكريات فترة الصيام تقريبا 10 ساعات أثناء الصيام. نعم، الجسم يستهلك السكريات، وآخر ساعتين من الصيام يبدأ الإنسان تستنفذ السكريات فيحول على الدهون حتى تبقى السكريات للدماغ، لأن الدماغ عضو مهم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الجزئية، يؤخر، وكان كذلك أكثر ما ورد أنه كان يتسحر على تمرات. جميل، فالشاهد الإنسان يحتاج إلى مصادر لتعويض السكر في الجسم. جميل، وأحسن هذه المصادر النشويات. عندما نقول نشويات هو الحب الكامل، قمح طبعا، يأتي في المقدمة الشعير، ثم الشوفان، ثم القمح الكامل. عجيب، البر وليس الأبيض. الأبيض هذا يدخل مجموعة السكر الأبيض. هذا سم كذلك. الشعير، الشعير ثم الشوفان، الشوفان ثم القمح الكامل. وبعد ذلك لا يمنع من تناول أرز، مكرونة. هذه مركبات معقدة. ما معنى معقدة؟ تعطيك سكريات لكن على فترة طويلة. يتم تكسيرها على فترات طويلة فيستفيد الجسم منها. جميل. إضافة إلى هذا الكلام الماء. الماء لابد تعويض الجسم من الإفطار إلى السحور بالكميات الماء اللازمة. جميل، تقدر بتسع أكواب. وقت السحور لا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء. كون الجسم لا يخزن الماء، أنت إذا شربت ماء الله يكرمك حتروح دورة الليل. أيوة. كيف أنا ممكن أستفيد من الماء؟ أكل الفاكهة. الفاكهة التي تحتوي على الماء هي تكون البديل والمصدر الرئيس لإمداد الجسم بهذا الماء خلال فترة الصيام. من هذه الفاكهة البطيخ، الشمام، البرتقال، العنب، الجوافة، الفاكهة اللي تستخدم في العصير. اللي تستخدم في العصير لأنها في كميات كبيرة من الماء. من الماء. جميل. أيوة، فتأخذ الفاكهة كاملة وليس العصير. نعم نعم. عندما نأخذ عصير نحن عبارة عن سكر ونفقد الكثير من العناصر والفيتامينز. صحيح. فتأكل هذه الأشياء. وممكن كذلك
جزء من البروتينات والخضار. فالشاهد وجبة السحور هي وجبة شبيهة بوجبة إفطار في غير رمضان. وجبة الإفطار في غير رمضان ما تكون وجبة دسمة مثل وجبة الغذاء في غير رمضان، هي وجبة خفيفة لابد أن تحوي على الكاربس اللي هو النشويات قلنا. هي ممكن تقسم ثلاث أقسام، ثلث للنشويات وثلث للبروتينات وثلث للفاكهة والخضار. جميل جميل. لكن هل في مشكلة لو شرب كمية مياه يعني قرابة لتر كامل أو لتر ونص متى بعد في السحور؟ هو مثل ما قلت، سبحان الله، السكريات تخزن، الدهون تخزن في الجسم، البروتينات تتحول إلى العضلات ويتم بناء العضلات. جميل. الماء لا، الماء يتم إخراجه مباشرة مباشرة، لأنه لا توجد مخازن خاصة بالماء. جميل. فأنت إذا شربت ماء حتكون متكرر الذهاب لدورة المياه. نعم. وقد يعطل النوم. لكن مثل ما قلت البديل بالفاكهة. جميل. التي تحتوي على كمية وفيرة من الماء. طيب ومرضى السكر نفس الكلام بخصوص إيش؟ مرضى السكر نفس هذه الوصفات، ما يعني الثلث لل للكربوهيدرات وثلث للبروتينات وثلث. مريض السكر في الأصل طبعا هذا بنخرج شوية على المألوف، النشويات هذه لها يعني حكاية أخرى، لأن هذه على ضوء النشويات تقدر جرعة الإنسولين أو الأقراص. فبشكل عام مثل ما قلت وجبة الإفطار السحور هي شبيهة بالإفطار. يعني إذا اعتاد الإنسان على وجبة إفطار محددة وكانت الأدوية اللي يستخدمها والإنسولين، لأنه إيش اللي يصير لو زيد أو قلل؟ قد الأدوية ما تأتي بأكلها، ما تعطي بالفائدة المرجوة. جميل. فتكون شبيهة بوجبة الإفطار بحيث ما يكون هناك اختلاف في الجرعات. والأصل بشكل عام طبعاً في هرم غذائي، المختصين في التغذية وجدوا أو عملوا هرم غذائي للتنظيم. الهرم هذا عبارة عن مثلث، القاعدة في الأسفل، القاعدة هي الخضروات. الخضروات الأصل الخضروات، وبعدين طبعا تقل، ثم يأتي بعد ذلك النشويات المفيدة مثل ما قلنا القمح بشكل أساسي، والشعير، شعير شوفان قمح. وبعدين تأتيك منتجات الألبان والأجبان، اللحوم، البقوليات، قمة الهرم المياه الغازية. المفروض هذه لا تستخدم إلا مرة في الأسبوع. اللي موجود حاليا الهرم هذا يستخدم بشكل مقلوب، صار المياه الغازية والمنتجات المهدرجة تستخدم بكميات كثيرة. فالشاهد هذا الأصل، ثلث بثلث بثلث، نشويات، بروتينات، فاكهة. الكميات هذه طبعا تقدر بناء على المرض، بناء على الجرعات. جميل. حتى ما يصير. جميل. نعم. جميل. ميزان جميل، يعني الإنسان لما يجي يحط وجبة تقريبا السحور ثلث ثلث ثلث. نعم. نشويات، بروتينات والدهون، هذا نوع من اللي هو الفاكهة، الفاكهة والبروتينات والكاربس النشويات. هذا للتسهيل، للتيسير للناس. جميل. طبعا الأخصائيين التغذية يقومون بوصفات بالجرامس بعض الأحيان، بس تكون مرهقة على بعض الناس. نعم. نعم. هذا عبارة عن تقدير أو تقييم للمستويات المطلوبة، ممكن نستفاد منها بشكل سريع. جميل. دون جدا. تعقيد. نعم. سؤال على المياه الغازية دكتور طرى بالي الآن. في بعض الدول يبيعون الماء غاز، ماء غازي، ماء نقي لكنه غازي في كربونات. اي ما ادري هل هذا يعني صحي؟ هذه الكربونات قد تؤدي الى حموضه لانها تتفاعل في الجسم. بس هي خاليه، هو ميزتها انها خاليه من السكر. بالمناسبه المياه الغازيه ومشروبات الطاقه فيها كميه مهوله من السكر. هو الاصل ايش؟ ماده حمضيه. يعني الان انا وياك اذا حبينا نعمل مشروع تجاري، هذه المويه حط فيها حمض وسكر يطلع يعني مشروب. اي ماء غازي. المياه الغازيه كميه حمضيه وسكريات غير عاديه. لو كانت بيضه كذا نقيه، الالوان هذه سهل التعامل معها. فالاصل هي احماض مع سكر تعطيك لذعه او طعم. أيه. مستصاغ. نعم نعم. هذا الاصل. المياه المكربنه هذه خاليه من السكريات. وطبعا احسن مشروب هو الماء، والماء الفاتر. الماء الفاتر. الفاتر. الفاتر درجة حرارة الغرفة. نعم نعم. أي أنه لم نتطرق للنقطة هذه. العصائر اللي تشرب، يعني صار العصائر يعني لابد عصائر ملونة سكر وباردة. وهذه طبعا. نعم. هذه باردة، المعدة في حالة هضم. نعم. البارد يقلل التروية الدموية. نعم. فيعطل عملية الهضم. جميل. فحقيقة في أشياء كثيرة يعني لابد أن الإنسان يكون حريص عليها. ترى في البداية الإنسان ما يشعر. مثل ما قلت الأمراض هي عبارة عن تراكمات. صحيح. الإنسان خاصة صغار السن لا يشعرون بالمشكلة. تراكمات بعد كذا كذا سنة تظهر الأمراض. نعم. بشكل مفاجئ. نعم. نعم. يعني أعطيك مثل، السمنة
الدهون تقوم بإنتاج سايتوكاينز انترلوكينز، مواد كيميائية. هذه المواد الكيميائية تعمل التهابات يوميا بشكل يومي، بشكل يومي التهابات. بعد مرور كذا سنة التهابات تصيب عضو من الأعضاء، ممكن تصيب البنكرياس، ممكن تصيب القلب، ممكن تصيب المفاصل، ممكن تصيب أي عضو في جسم الإنسان بناء على تراكمات قديمة. هذه التراكمات من الأطعمة، من الدهون، ما هي اللي يصير؟ أنا مثل ما قلت هو ميزان. إذا الأكل أكثر من الإحراق يتحول إلى المخازن. والآن الجماعة يعني المختصين ما عاد يتحدثون عن السمنة والكرش، يتحدثون عن مصطلح يسمى السمية الدهنية. السمية الدهنية يعني سم، سم الدهن. متى يكون هذه السمية الدهنية؟ عندما تزداد الدهون، الدهون لها مخازن. أيوة. لما تفيض تتراكم الدهون فين؟ في الكبد، يتحول الكبد شمعي. نعم. يفقد خصائصه، يتحول نعم. إلى سم. تتراكم في الكبد، تتراكم في الكلى، تتراكم في العضلات، تتغير وظائف هذه الأعضاء. لذلك أطلقوا عليه العلماء كلمة سم. نعم. جميل جميل. طيب الدكتورنا الكريم، قضية الأكل وأنها الإنسان يجب أن يكون الأكل متوازن مع الإحراق. نعم. هل في ميزان معين؟ كيف يعرف الواحد أن أنا والله أحرق كذا؟ يعني هل في ميزان أو في شيء معين؟ شوف بارك الله فيك، هو طبعا لا يوجد ميزان. جسم الإنسان طبعا، أنا ضد مسألة أنه أنا أشرب 5 لتر ماء. نعم. 5 جرام. طبعا الناس في فروقات فردية من حيث نعم. الحرق، من حيث الاستقلاب. لكن بشكل عام ممكن الإنسان يتابع الوزن. يتابع؟ الوزن. الوزن. الأمر الآخر لابد من قراءة النشرات الموجودة في الأغذية، يشوف كم السعرات الحرارية. نعم نعم. الإنسان بعد سن 40 يقل هدم. نعم. يعني أثناء صغر السن ممكن يأكل سكريات وحلى، ما يتأثر كثير الوزن. نعم. لكن مع الكبر يقل البناء، يزداد الهدم، فما يحرق. لذلك من تعدى 40 وصل 40 يأخذ حذره في هذه الجزئية. ويقلل من السعرات مثل ما قلنا، قراءة النشرات. جميل. تقليل من السعرات. جميل. قدر المستطاع. جميل. جميل. الله يعطيك العافية دكتور. خلينا دكتور ناخذ جولة كذا في الرياضة في رمضان. نعم. ما هو الوقت المناسب؟ هل في رياضة معينة؟ هل الرياضة مع الصوم تأثير إيجابي سلبي؟ نعم بارك الله فيك. الرياضة عندما نتحدث عن الرياضة نتحدث عن العضلات، والعضلات للأسف الشديد الكثير من الناس لا يعرف معنى العضلات أو أهمية العضلات بالنسبة لجسم الإنسان. العضلات هذه لها عديد من الفوائد، فهي جميل. بمثابة قلب ثانوي. جميل. هي بمثابة إنسولين ثانوي، هي بمثابة رئة ثانوية، هي جهاز مناعي كثير. يعني على سبيل المثال الدم الآن يطلع من القلب عن طريق الضخ. لما يضخ القلب ينقبض، يقوم بضخ الدم إلى الخارج. طيب كيف يرجع؟ الآن أنا وياك جالسين، كيف الدم يرجع؟ يرجع عن طريق العضلات، عندما تنقبض تقوم بدفع الدم وتعيده مرة أخرى. التنفس نفس الكلام، الجهاز المناعي مهم. العضلات هذه إذا ما تحركت يصاب خلل عام في معظم أجزاء الجسم. طيب كيف أنا أحرك العضلة؟ كيف أستفيد من النشاط البدني؟ ومثل ما قلنا النشاط البدني لابد أن يكون في رمضان أو غير رمضان. البعض مثل ما تفضلت يعتقد أنه رمضان نوم راحة. نعم. وأنه إذا 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 عمل مجهود ممكن أن يعني يسبب له مشاكل صحية. هذا الكلام غلط. صحيح. الروتين اليومي لابد أن يمارس في رمضان، الذي كان يمارس في غير رمضان يمارس في رمضان، مع أخذ الحيط أو الحذر، تجنب أشعة الشمس، الحرارة، الكبار في السن الذي يعانون من أمراض مزمنة في الكلى أو السكر. لكن النشاط اليومي لابد، النشاط اليومي كعمل روتيني، كذهاب إلى السوق، هذا ما في أي مشكلة. وتاريخ الأمة الإسلامية أعظم معركتين كانت في رمضان. نعم. بدر الكبرى. نعم. الفرقان بين الحق والباطل، وفتح مكة. نعم. إزالة العزلة عن الإسلام. لكن عندما نتحدث عن نشاط رياضي، الأصل والأفضل والأصلح بعد تناول الوجبات بثلاث ساعات، بمعنى بعد صلاة التراويح ممكن الإنسان يمارس نشاط بدني. ومن أحب هذا البروتوكول لا يقبل على أكل وجبة دسمة. يأكل وجبة يعني متوسطة ويذهب إلى النشاط البدني والرياضي إذا حابب أن يمارس شدة، يعني نشاط. نعم. دو شدة. نعم. مسألة ممارسة الرياضة أثناء الصيام هذه ممكنة، وليس يعني ممكنة، لكن تجنب الشدة. لا تمارس الرياضات العنيفة. الجهد العنيف. لأنه هذا قد يؤدي إلى فقدان سوائل. نعم. هذا مثل ما قلنا نحن في هذه الأثناء، وخصوصا نهاية فترة الصيام قرب أذان المغرب، يكون الجسم تحول من السكر
إلى الدهون، وعندما الجسم يستخدم الدهون للطاقة تنطلق مواد حمضية كيتونز، هذه تؤثر على الجسم وعلى الاستقلاب. فممكن ممارسة رياضات متوسطة، هذه الرياضات حسب الاستطاعة طبعا، ما يكون إنسان تعبان ومرهق ويشعر بالعطش ويمارس رياضة، لا. إذا كان في هناك طاقة ممكن ممارسة نشاط بدني متوسط، بشرط يكون قبل أذان المغرب بساعات يعني نعم. هذا إذا كان إنسان طبيعي. السكر لا طبعا، مريض السكر قد يصير هبوط مفاجئ، أنا أتكلم عن إنسان طبيعي. لكن من وجهة نظري يا أخي أبو عبد الرحمن، يا أخي هذا شهر فضيل، الأنشطة الرياضية تؤجل بعد الصيام أو بعد الإفطار بساعتين ثلاث ساعات، أتوقع هذا الأفضل وهذا الأصح إن شاء الله تعالى. أنا لاحظت يعني ظهرت ثقافة المشي قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، على أقل من ساعتين، ساعة ساعة ونص، شوف الناس بدأوا يمشون يطلعون للأماكن. هل هذا يعني سلوك إيجابي تنصح به؟ هذا السلوك ترى طال في عمرك إن شاء الله، السلوك هذه السلوك هذا المتبع يؤدي إلى فقدان الوزن، لأنه مثل ما قلت في هذا الأثناء الجسم يستخدم الدهون. الإنسان الذي يمارس الرياضة في هذا الأثناء ممكن يستفاد في تقليل الدهون، لكن مثل ما قلنا شريطة ألا تكون عنيفة شديدة تحت أشعة شمس أو درجات حرارة عالية، ما تكون هناك مشاكل صحية، وتكون حالة الهايدريشن الارتواء في الجسم تكون كافية، يعني الإنسان ما يشعر بعطش أو تعب شديد ويمارس الرياضة. ممكن ترى ممكن، لكن الأفضل الممارسة النشاط البدني بعد صلاة التراويح، تكون هناك ثلاث ساعات انقضت من فترة حقيقة. كان لقاءنا جميل وممتع، وأحس أن الوقت مشى بسرعة، ما أدري المشاهدين يشعرون مثلي. أشعر يعني أن في أشياء كثيرة نريد أن نناقشها حول مسألة الصيام، حول قضية بعض السلوكيات للصائمين في رمضان، في الوجبات، في الرياضة، في النوم، في أشياء كثيرة في حياتنا حقيقة تتغير في رمضان، لكن نحتاج فعلا أن نحاسب أنفسنا وأن نعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح حتى نعيش حياة جميلة مليئة بالصحة والعافية والحيوية. بروف محمد طه الحريري، كلمات تود أو نختم بها هذا اللقاء توجهها للسادة المشاهدين والمشاهدة؟ طبعا هذا الشهر شهر رمضان المبارك فيه العديد من الفوائد، فلا يجوز إضاعة هذه الفوائد بسلوكيات خاطئة دخيلة على مجتمعاتنا. أؤكد الصيام أصبح بروتوكول طبي متبع في عدد من المستشفيات في دول العالم، وهو معقد ومكلف، بينما الصوم الإسلامي متناول وبسيط ودون كلفة. فإذا اتبع الصيام بإذن الله واتبعت السنة النبوية في الصيام وفي الإفطار بإذن الله ننعم بالصحة ونتجنب من كثير من المشاكل الصحية. أحسن دكتورنا الكريم، شكرا لك، شكرا جزيلا وجزاك الله خير بروفيسور محمد طه الحريري، دكتوراه في علم وظائف الغدد الصماء وباحث في الطب النبوي والطب البديل. كانت حلقة ممتعة ورائعة وجميلة، ونتمنى أن السادة المشاهدين والمشاهدات تابعونا واستفادوا من هذا اللقاء الجميل. شكرا لكم دكتورنا الفاضل، شكرا لفريق العمل، شكرا لأعزائي المتابعين والمتابعات، وإن شاء الله نلقاكم مثل هذا اليوم قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، و ننتظر منكم المشاركات والأسئلة والاستفسارات، وبإذن الله عز وجل سيكون لها متسع من اهتمامنا، بل هي أساس اهتمامنا ومنطلق حلقاتنا. سددكم الله ورعاكم، ودمتم جميعا في حفظ الله ورعايته، وتقبل الله منا ومنكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الروح للأرواح، حديث الروح للأرواح يسري، بصحبته مجالسنا تطيب، ووحي الله للإنسان روح، وأنوار بها تحيا القلوب. حديث الروح تربية وطهر، به يتذكر العبد المنيب، تنال به حياة ذات طيب، فيا قومي لربكم استجيبوا، فيا قومي لربكم استجيبوا.